سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم مع اي فيديو جديد ان شاء الله. مهم البنات، اول حاجه غنوري لكم في هذا الفيديو هي هذا التريكو اللي لابسه هكا فتح. المهم البنات، انا ما غاديش نوقف، ما غاديش نوري لكم كي جا في اللبسه ولا والو، لحقاش عندي لي واحد اللبسه في بالي باغا نلبسها معاه، وغادي ندخل لكم هذا الكاب هذا في اللوك بوك اللي غادي ندير ان شاء الله ديال الخريف ولا ديال الشتاء، اعتبروا كيما بغيتوا. المهم ديال الخريف غادي نلبسو، غادي ننسقو مع حاجات اخرين، وغادي يجيكم زوين. سينو بغيت نوريكم شي حاجات خديناهم في بريمارك، واخيرا 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 اختي لقات شي حاجه عجبتها. المهم بريمارك اش ام شي تخريبيقات بحال هكا. المهم البنات، هاد التريكو اللي لابسه هكا لتحت كل مونطي هذا البنات خديتو من بريمارك البارح. المهم خديتو بالثمن ديال 8 ديال الاورو، وكاينين فيه بزاف ديال لي كولور بصراحه. كيجي هكا زوين الا بغيتي تلبسي كاب فوق منه، ولا بغيتي تلبسي غير هو تلبسي فوق منه مونطو ولا شي حاجه، كيجيو فاسيل وهما باشيغي. دايرين 8 ديال الاورو، كاين في البلو، كاين في النوار، كاين في الكري، وكاين في هاد البلون كاسي اللي خديت انا، ولا هاد البيج. بالنسبه لاختي شنو اللي لقى الا قلت لكم البنات شحال طفنا سيمانه وحنا كندورو كنجولو، في الاخر لقينا كسوه اللي عليها السر في برايمارك. داكشي كامل تخلي مورغان، خلي غاز، خلي جو سي با كوا، درنا بارتو زارا، بيرشكا، بولبير، ايفيدونس، بارتو في الاخر لقيناها في برايمارك. هما اللي دخلوها، المهم دخلوا غوب بحال هكا، كتجي من هنا ما عندهاش هاد الايديده، ومن هنا كيجي فيها هاد الفوليوم بحال هكا. شوفوا لي شحال غزيوله. المهم رائع، واش لبسات اختي؟ اكيد زادتها جمال على جمال، جس مانيفيك. المهم البنات هادي دايره 19 اورو، 4000 ريال. المهم اختات هادي البنات، البنات بقا نقول لكم انا البنات، وخدات معها دي زاكسسوار اختي. نعمليت غير في بريمارك هكا ما غاليينش، خدات حلقات بحال هاد الشكل هذا. المهم كقربت بزاف الكاميرا حقاش بعد الخطرات ما كتبغيش دير ليا فوكس. الوغ خديت هادو ب 4 الاورو، باش تلبسهم معاها. جو سي با واش كيبانو ليكم هنايا حجيرات ولا لا. وخديت دي زاكسسوار للشعر باش تشمع شعرها من هنا ومن هنا، شو هادو في بريمارك ب 4 الاورو. وخديت واحد الباك بحال هكذا فوكس. المهم خديت باك بحال هكا 3 الاورو في بريمارك، وخديت واحد الساك، الساك كيبان لي بعيد، غنوريه لكم في الاخر ما فيه ما ينوض عاود يجلس. وانا في بريمارك خديت لينا خديت لها التريكو بحال هكا. شوفوا البنات والله الا زوين وسخون، لا كولور ديالو فنه، عجبوني هاد عجبتني الخدمه ديالو كيفاش مخدوم ديال الخيط، وهو ب 8 ديال الاورو. خديت لها بحال هكا بلون كاسي ماشي بلون، وخديت لها جوج ديال لي بوني، المهم واحد هكا في البلو وواحد في الروز. كاينين فيهم البنات هادو بزاف لي كولور، فيهم البلون وفيهم الخزي واقيله والكري كنظن، كنظن الا ما غلطت، مي اون توكا فيهم اربعه د اللوان اخرين سيغ. انا خديت لها هادو بجوج، سانو اللوينات الاخرين هي كاينين عندها، كنت ديجا خديتهم لها داك العام من بلايص اخرين. الوغ مي سانو في بريمارك البنات غير 3 اورو، انا كاين دي بوني اللي واخداهم لينا واصلين حتى ل 20 اورو، هادو كاينين ب 30 درهم. وخديت ليها هكذا صايا من حمقتني هاد الصايا، واخا كتجيني غتجيها كبيره، ماشي شويه كبيره، ما غتجيها كبيره، هي ديال امونس امون صعمين، ولكن اش ام كما قلت لكم حوايج ديالها، واخا ديال امون صعمين كيجيو قد لينا. غادي يجي لها فنه، كاين واحد البوني ديال الراس اللي غادي يوصلها من واحد لاباج، وانا اون فوا بانت لي هادي قلت او صافي غتجيها مانيفيك. تلبس هادي بودي في نوار وتلبس هذاك البوني في راسها، نفس هاد لي كولور اللي فيه هنا دي با كولون او لي بوت، غادي تجي رائعه. المهم هادي اختي البنات ب 15 اورو 3000 ريال في اش ام. صافي هادشي اللي خديته البنات، غنوريكم باقي غير الساك ابري. ودابا نورمالمون غنمشي انا واختي لحقاش عندها واحد رونديفو مع 11:30 باش غدير لي زيكستونسيون وغادي تزيد في شعرها. الوغ غادي نمشيو للصالون غنصور معكم هكذا شي لقطات، وصافي باش تاخذوا فكره كيفاش كيتركبوا ولا هذا. المهم قد ما قدرت نصور باش ما نعيقش على السيده اللي كتصاوبهم لها، انا نصورهم لكم باش تكون عندكم فكره. البنات هنايا صبغات لها شعرها، كتقطع لها كاع داك لي بوانت وداك الشعر اللي كان عندها متضرر كله كتحيدو ليها. دابا كتشوف لها شعرها، وصبغات لها بالنوار باش يكون فيه لون موحد، لحقاش هاد اللي تحت هذا كنتبدل ليها عليه اللون، عاد ابخي غتلصق لها عليه. كبدات نورمالمون دابا بدات اختي كدير البوز ديال لي زيكستونسيون. واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم اللي شفتها اول مره،
انا هذا باش كدير لي زيكستنسيون كديرهم افخوي يعني ما كديرهمش هي كتلصقهم ليها بالسخونيه نو غير كديرهم وكتصغيهم بواحد البانسو وهكا ما كيتحرقوش لها الشعر ديالها يعني كيعطي واحد الريزلت زوينه ماما خليت تخدم لها شويه ابخ غنوريكم كي كيجيو فنين وما كاينش لا ديفيرونس بتاتا بين الشعر ديالها وبين دوك لي زيكستون اللي كدير ليها اون بلوس ناتورال يعني يمكن لك تصبغي عليهم يمكن لك تقاديهم يمكن لك ديري عليهم ليساج يمكن لك ديري عليهم كاع داكشي اللي بغيتي انا غنوريكم البنات الريزلت شوفوا البنات كي دايره البوز شوف مانيفيك بروبر كاينه شقصه ديال لاميير مي شوفوا معايا الخدمه كي دايره فراسكم شاهدني في الشعر بحال هكا شوف عاد ابخي غادي لها ان كوب باش يجي لها زوين انا غنوريكم البنات كيفاش كتركب وحده ولا جوج باش تشوفوا الطريقه شوف طريقه البنات باش كتحطهم شوف وكتصاب فوالا كبدا تشوف الريزلت فينال شوف زها رائع رغم ان شعرها كان قصير كما شفتوا في الاول شو دابا كتبانش الفرق بتاتا بين الشعر ديالها وداك الشعر اللي مركبه شو كيدير اتون وا كي مزروبه خليهم يشوفوا كي جا جوا الناس انا صورت لكم المحل من على برا باش تشوفوه المهم هذا هو الباب ديال الدخله هذا هو المحل من على برا وهذه هي لادريس ديال المحل بغيتو تسكرينيو عليها هادي نيميرو التليفون لا بغيتو زعما تشدو رونديفو بار تليفون سينو انستغرام ها هو ديالها وغنخلي لكم في البار دانفو باش لا بغيتو المهم هادي هي الطريق قالت لي اختي وريهم فيسبوك لحقاش هي اكتيف في الفيسبوك المهم البنات هي راك في فيسبوك الا دخلتو باش تسولوها على شي حاجه الصباع ديال البيس قلت لكم فيسبوك الا دخلتو تسولوها على شي حاجه اكيد غادي تجاوبكم فيه فوالا البنات خرجنا من الصالون ودزنا للغيف كوش المهم حيت كان في طريقنا كنا محركين حنا غير على رجلينا المهم هزيت واحد الكولي زوين في بارفو فاش غندخل للدار نوريه لكم وحتى اليوم يعني اليوم السبت غدا لحد صافي لافيرمون وبانت لي واحد اللعيبه هكذا زوينه يمكن لي نلبسها في لو او حيت صراحه ما لقيت حتى شي حاجه مازال اختي خدات داكشي اللي وريتكم الصباح مي سينو انا ما لقيت حتى شي حاجه الوغ بو فينيغ قلت لكم لقيت واحد اللعيبه المهم غنادي بها صافي ماشي زعما حيت كاين لي فونمون صافي خصني شي حاجه سبيسيال ولا جو سيبا داكشي اللي لقيت قلت لكم خديتها وخديت واحد الكولي زوين لي فونمون راه فهموني بعد خطرات راه كنهضر بحال شي المهم ماشي مشكل قلت لكم لقيت واحد الكولي زوين في بارفو فاش غندخل غادي نوريه لكم خديته حتى هو وابخي صافي دزنا هزينا لي بيتزا لحقاش الدراري سيغمون غيكون فيهم الجوع دابا 338 دقيقه وحنايا في الصالون من 11:30 ديال الصباح ما عرفتش تايز مع الطرق كلها كت المهم قلت لكم صافي هزينا معنا بيتزا في ايدينا ايضا راجلي قال لي صافي اجي هزنا بالطوموبيل لحقاش زعما هكا كندخلو بيتزا معنا سخونه ما تبردش الا مشينا عاد ابي غادي تبرد شويه سيتو غندخل الدار غنوريكم دوك اللعيبات اللي خديت فوالا المهم غنكمل معكم النهار رجعت لكم من نفس البلاصه رجعت لكم من نفس البلاصه البنات المهم حيت ديجا محطوط فيها الرجيله ديال الكاميرا محطوطه فيها الاضاءه محطوط فيها كلشي الوغ كي تغدينا الحمد لله فاش رجعنا كما شفتوا كلينا ديك البيتزا و ابري دوشت لينا دغيا دغيا المهم هاد الكابا عاود لبستو عليا غير حيت التريكو زعما مصيري وداكشي سير مدوشت لينا ولبست ليها حويجاتها باش تكون بروبر لحقاش الصباح خرجت قبل ما ندوش ليها راني خلاص كيعير في دوش لراسو الوغ كوم ندوش لراسو الصباح قبل ما نخرج كنت انا كنبريباري راسي هو كيدوش بغيف
كيما شفتوا اختي صاوبات شعرها شتو كي جاها مانيفيك. المهم مبغيتش نبقى نشتلاق ليه بزاف 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 باش تتصور به هي وتبان به هي عندها. وبغيت نقول لكم اللي كنا راجعين من تما، المهم تمشوا ليا باش كامله كنقلبوا على ما لبسوا كيما قلت لكم في هذا الفيديو. يلا يلا ملقات اختي لاغوب اللي وريتكم الصباح قبل لاغوب اللي لقيت البارح اللي وريتكم الصباح قبل ما خرجت اللي بلوس لا فيديو. ويلي انا كنهضر معاكم بحال نتوما معايا في النهار في نص النهار رغم ان الفيديو كيدوز عندكم في 5 دقائق ولا 10 دقائق. ما علينا، شو حنا راجعين من الصالون قلت لاختي اجي جي نضربوا واحد الضربه الايفيدونس، ما عرفتي الله وعسى نلقاوهم دخلوا شي حاجه جديده ناخذها حتى انا. لحقاش انا زعما ما خديت حتى شي حاجه ما نلبس، قلت ليها زعما فاش ما لقيتش قلت لها سي با غاب، المهم اي حاجه نلقاها غنلبسها. ما عليش، مي فاش دزنا من تما لقيت هاد لو هذا، قولوا لي شنو رايكم فيه. المهم هو داير بحال الكوير ولكن اكيد ماشي كوير، غير سيميني كوير، ولكن شوفوا من هنا كيجي بحال هكا في واحد الفوليوم، لي مونش ديالو زوينين. واختي تشوف هاد الخزي، المهم انا كيعجبني هاد البنات الخزي جادور. المهم هذا اللي غادي هذا هو اللي غنلبس ان شاء الله. المهم عجبني، قولوا لي شنو رايكم. هذا البنات لقيتو الثمن ديالو 29 اورو، المهم نوريها لكم هكذا باش تبان لكم. هذا نورمالمون البنات اللي ما دايرينش الفولاغ راه يمكن ليها تلبسو غير هو مع دي باكولون وتلبس معاه دي بوط سي بون. شوف فيه من هنايا جويبات انا غادي نلبسو، ما غاديش نسد ليها الصيفات اللي تحت، غادي نخليهم حلولين سينو كيصيغيو من اللور. يعني غنلبس معاه بونطالون وغنسد ليه غير هاد الوسط وغنلبس معاه شي حاجه من التحت نازله هكا. المهم عطيتكم هي فكره على كيفاش غادي نلبسها. سينو هي كتجي البنات مصيريه كتجي زوينه، ولكن اللي كنتي غتلبسي معاها البونطالون كيزيد كيصيريها اكثر و ود مع الدراس ما كيجيش. ولكن المهم هي الحاجه اللي بانت لي زوينه وقلت باش نلبس شي حاجه مغايره، جو با اونفي نلبس شي حاجه ديجا لابساها. بغيف هادي البنات كاين الثمن ديالها داير 29 اورو، ولكن حاليا دايرين في ايفيدونس بروموسيون بالفيت دي كليون. نورمالمون بزاف ديال لي ماغازان دايرينها فيت كليون، كينقصوا لك واحد 10% ولا 20%، الوغ نقصت لينا كنظن 10% في بلاص 29 ديرها ب 27 اورو. فوالا هادشي اللي كاين، هادي هي اللي خدينا سيتو. وبغيت نشارك معكم شي حاجات اللي توصلت بهم، المهم هادو توصلت بهم مع الصبح ولكن ما كانش عندي الوقت باش نصورهم ليكم، نوري لكم هادي غتبان احسن. كاين البنات هاد الكادر بحال هكا، واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ مي هاد الكادر كتجي فيه السميه هنا، المهم هنا مكتوبه السميه ديال لينا، هنايا في واحد الكورون على اساس انا برانسيس، هنايا كتكون الساعه فاش تزادت، يعني تزادت مع 41، وهنا كتكون لا دات ديال ناسونس اللي هي لو 22 اكتوبر 2017، وهنا مكتوبه بيتيت برانسيس لي كيلو باش تزادت بهم، لي سنتيمتر باش تزادت، وهنا مكتوبه ما شاء الله. شوف هاد الكادر البنات غنخلي لكم لا باج اللي كتصاوب لي كادر بحال هكا، وكيمكن ليها تكتب لكم على حسب السن، على حسب لا دات نيسونس ديال وليداتكم، السميه ديال وليداتكم، لو مون لي بغيتو تخليو ليهم. انا قلت لها غير ما شاء الله وسيتو، يمكن ليكم تكتبوا ميم هنايا باراغراف، ماشي غا كلمه ولا جمله، تكتبوني هكا باراغراف كما قلت لكم. وميم هاد الورقه اللي داخل تتبدل، يعني نتوما تقولوا ليها اللون اللي بغيتو، وحتى لا مثلا انا دايرها لينا بالغوز ابخي بغيت نبدلها لها نديرها في شي كولور اخر على حسب مثلا لا شومبر ديالها الا بدلات جو سي با. انا كنعطيكم فكره، يمكن ليا نحيد هذاك البابي اللي داخل وندير بابي اخر نقطعو ونردو وكيرجع بحال هكا. ما كاينش غير هاد الكادر هكا اللي كتصاوب، كتصاوب البنات ميم دي كادر بحال هاد الشكل هذا اللي بحال مثلا انا هنا في السميه ديالي والسميه ديال راجلي، وهنا التاريخ ديال الزواج ديالنا اللي هو لو 19 اكتوبر حتى هو ميم جور ديال لانيفرسار ديالي. البنات انا تزاديت نهار 19 اكتوبر ولا اخت ديال الزواج ديالي درتو نهار 19 اكتوبر، ولينا تزادت نهار 22 اكتوبر. المهم كنقولها لكم باش تجددوا لي الكادر، نوري كنضحك. المهم البنات وهنايا مكتوب حتى هي فيها واحد الباراغراف بحال هكا وقليب وكيبقى سوفونير و سيتو. غنخلي لكم البنات لاباج لتحت لحقاش الصراحه كدير داكشي زوين، ولا دخلتو غتلقاو عندها بزاف ديال لي موديل، يعني انا وريتكم دابا موديل ولكن تلقاو عندها دي زوطخ موديل اللي غادي يعطيوكم افكار اخرين. وكاين البنات هاد لاباج اللي توصلت بهاد لي باغيت ديال الشعر. بالنسبه لهاد لي باغيت ديال الشعر البنات الا دخلتو حاليا عندي في انستغرام غتلقاوني حاطه بوست سيغمون، فاش غادي تدخلوا نتوما تشوفوا هاد لا فيديو غادي يكون البوست محطوط ودايره فيه مسابقه اللي وحده في البنات غتربح هاد ثلاثه ديال لي باغيت، وغادي تربح معاهم هاد لا كوفرتور بابا اللي كتجي بحال هكا من هنا في الغوز، ومن هنا فيها هاد لي موتيف بحال هكا بحالها بحال ديال التنينه. المهم وحده ديال التنينه وحده منكم غادي تربح هادي. وكما قلت لكم لي باغيت ديال الشعر ديال لينا بحال هاد الشكل هذا، المهم اللوينات ديالهم غزالين، لا كاليتي ديالهم زوينه. مونكيغ الا بغيتي تدخل دخل عادوز ماشي مشكل، اش قد تنوري اللهم دخل. قلت لكم زوينين وصحاح
سوليد والله الا صحاح. شوفوا بحال دابا هذا قداش التيج ديالو صحيح خطيرين. مهم كما قلت لكم البنات هادو وحده البنات غادي تربح هذه وغتربح ميم الاخرى يعني ماشي بزوجات. صافي هادشي اللي بغيت نشارك معكم البنات حتى لهنا. غادي نحبس لا فيديو. نسيت الساك. غنوريكم داك الميني ساك اللي خدات اختي في نفس لا كولور ديال لي صندال اللي غتلبس. صراحه لي صندال ما خداتهمش لحقاش كاينين عندها مي سويك خداتو في الميم كولور ديال لي صندال اللي غادي تلبس. وصانو غنتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غادي تكون ديال الايفيرمون الا قدرت نصور. المهم غنحاول نصور لكم حتى ما صورتش. دخلوا البنات الانستغرام راه كنبارطاج كبيدات. نسيت ما وريتكمش هذا الكولي اللي قلت لكم خديت قبيله من بارفو ومو كيجي بحال هكا كيجيو فيه ثلاثه. كيجي هذا هكا طويل وهذا قصر منه شويه وهذا قصير شويه. المهم هذا خديتو في المكازان بارفو. وبالنسبه لو بري البنات 19.99 الكبيده. هذا هو الساك اللي خدات شوفوا صغيكر طرو ميمي. المهم اختي ديما كيعجبوها الساكان صغيرين الكونطرير ديالي انا كيعجبوني فريمون الساكان الكبار. ولكن حيت كنهز فيهم انا من طبيعتي كاع ملي كنت باقا مزوجاش كنهز طون ديال الحاجات بصاكي. ابخي باش تزوجت كثار زاد الطين بلا يعني ملي دولت الوليدات كتلقاو لي لاجات كوشه تلقاو جو سي با مع القادوا اي حاجه. ودابا عاوتاني مع التصوير ضروري كيخصني هاد الساك كبير باش نخشي فيه الكاميرا نخشي فيه ديك الرجيله ديال الكاميرا نخشي فيه اجوندا باش ننطي فيها شنو اللي غنوطي يعني ديما بحال هكاك. باغ كونط اختي كيعجبها الساك هكاك صغيورين هما كيجيو حلوين ميم انا جام بيان نهزهم ميم دو طون زون طون كيما قلت لكم سينو مع الوليدات والعده سي با بوسيبل. صافي هذا البنات خداتو في بريمارك باشير 8 ديال الاورو يعني 1600 ريال وغادي يجيها طرو كلاس مع لي صندال اللي غادي تلبس. سيتو البنات هذه هي لا فيديو. جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم. لا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم. باقي ما ابوناش لا سينز ابوناو تصوتوا على لا فيديو جاي ان شاء الله.